لجنة الثقافة والإعلام والأخبار. بالنسبة لقانون التحرش اللي أصدر مؤخرا، طبعا أنا بدعم جدا القانون وشايفة إن هو كل ما تغلظت العقوبات ده هيبقى في صالح المجتمع، لأن عندما لا يوجد رادع أو عندما لا يوجد عقاب فيساء الأدب، وبالتالي فالقانون ده إن شاء الله هيساعد أكيد كتير على الحد من ظاهرة التحرش الجديدة على مجتمعنا. عمر ما كان المجتمع المصري كان فيه الجزء اللي فيه خسة أو ندالة ده، لأن دايما كان الشباب بيعتبروا الفتاة إنها زي أخته أو إنها زي والدته. دلوقتي للأسف في قيم كتير اتغيرت، فبالتالي علشان نرجع تاني للقيم والأخلاق القديمة اللي متعودين على طول عمرنا عليها في مجتمعنا المصري، يبقى لازم يكون في حل رادع ولو حتى لفترة مؤقتة، يمكن انتهاء تماما هذه الظاهرة الجديدة على المجتمع.